بهذا الأسلوب يدبر الآن نظام المقاصة في المغرب، والذي من المفترض من الناحية المبدئية أن تكون الأسر الفقيرة أكثر المستفيدين من أموال هذا الصندوق وليس الأسر الميسورة، عكس ما قام به المواطن أو الطفلة المريضة الذي ذكرناه في القصة. والتانوض ها أنت ولا هذوك اللي معاك تعجبونا في الكوستيمات والبوزات والتصاور، مقاصة المقايصة الناتج الداخلي الخام البوغلي بكحل. نذكرك سي بن كيران انك سبق لك ومن تلقاء نفسك